السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم معتصم من قناة أندروية تراما. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يبلغنا وبلغكم الصحة والعافية يا رب، ونكون دائما تأمين والأمين إن شاء الله. في درسنا اليوم سوف نقدم برنامج هو من البرنامج الجميلة جدا الممكن يقدم لنا ميزة ما بتكون متواجدة في أي برنامج آخر. ميزة البرنامج هو من خلاله نقدر نستطيع تلوين الخلفية الستار الأعلى للهاتف، وبرضو خلفية السيتنج في الهاتف نفسه، وبرضو خلفية التطبيقات التابعة لحزم جوجل والتطبيقات المستطفة في السيستم نفسه. لكن للأسف يعني البرنامج ما هنقدر نتحصل على الميزة المتواجدة فيه إلا يكون الهاتف فيه ورود. يعني لازم الشيء الأساسي في البرنامج لازم في الهاتف لازم يكون الهاتف مروت، ما شرط يكون موديل معين للهاتف، إذا كان سامسونج ال جي اتش تي سي أي ماركة هواتف ممكن تقدر تتحصل على الميزة المتواجدة في البرنامج، لكن زي ما ذكرت البرنامج الهاتف لازم يكون فيه رود. لمحة بسيطة عن فكرة البرنامج، زي ما ملاحظين ستارة الأعلى للشاشة زي ما ملاحظين، طبعا أنا اخترت لون معين في التطبيق زي ما ملاحظين هنا برضو ستارة السيتنج، وبرضو بنمشي للتطبيقات التابعة لحزم جوجل زي ما ذكرت سابقا، يعني بديك اللون حسب اللون اللي انت اخترته من البرنامج. قبل ما نبدا في شروطنا للبرنامج اذكر وانبه بالنسبه للناس اللي بيشاهدونا لاول مره، نتمنى منهم الاشتراك في القناه لدعمنا واستمرارنا لقدام لتقديم المزيد من الخدمات ان شاء الله، وبرضه لا تنسوا تفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو اذا امكن ذلك. بنمشي للبرنامج زي ما شايفين سويفت نست زي ما ملاحظين، طبعا بدينا تعليمات بالاول، طبعا هنا بيتم منح صلاحيه البرنامج، بدينا بعض التعليمات عشان نقدر نستفيد من خدمات البرنامج الخدمات الموجوده في البرنامج. هنا زي ما ملاحظين هنا الايقونات في الستاره الاعلى طبعا حسب الرغبه، واذا كان عندك فكره عن اكواد الالوان ممكن تختار اي كود لون وممكن تخطه في خانه الالوان الموجوده امامنا. طب على سبيل المثال نحن اخترنا اللون ده، بعد ذلك بنمشي للاسفل عشان نقدر نختار خلفيه الستاره او خلفيه التطبيقات الموجوده في الهاتف، اذا كان تطبيقات بتاعه جوجل او تطبيقات مسطبه في السيستم نفسه. هنا ممكن برضو اذا كان حابين تكون الستاره يعني خفيفه اللون زي ما ملاحظين هنا ممكن تعملها حسب الرغبه، وهنا ممكن زي ما ذكرت لك ممكن تختار اي لون حسب الشيء اللي انت عاوزه. بعد ذلك بنجي للاسفل بنجي للايقونه على يدنا الشمال بنعمل هنا للخيار. طبعا عشان نقدر نتحصل على الالوان لازم تعمل اعاده تشغيل للهاتف عشان تقدر تتمكن من الهاتف عفوا الالوان اللي انت اخترتها. نحن نقطع التصوير عشان بنصور بالهاتف، وبعد ذلك نرجع نشوف الالوان اللي احنا اخترناها في البرنامج. طيب رجعنا تاني بعد ما عملنا اعادة تشغيل للهاتف وعشان نقدر نمشي نشوف اذا الالوان اتغيرت عندنا ولا لا في الستارة وخلفية التطبيقات وخلفية السيتنج للهاتف نفسه. بنمشي للستارة الاعلى زي ما ملاحظين اتغير عندنا لون الستارة ولون الايقونات. بنمشي هنا برضو للخلفية السيتنج للهاتف نفسه. بنمشي تاني للتطبيقات التابعة لحزم جوجل زي ما ملاحظين هنا اتغير الخلفية برضو تابع برضو لتطبيقات حزمة جوجل، وهنا تطبيقات الخاصة بتشغيل السيستم نفسه في الهاتف. هنا برضو للملفات زي ما ملاحظين هنا برضو الأسماء اتغيرت عندنا خلفية التطبيقات، اذا كان برضو مشينا لي جيميل برضو بتلقاه وتغير عندنا اللون او خلفية اللون للتطبيق. اتمنى انه يكون الدرس عجبكم وفكرة البرنامج برضو عجبتكم. لحد هنا درسي انتهى، وانبه بالنسبة للناس اللي بيشاهدوني لأول مرة نتمنى منهم الاشتراك في القناة لدعمنا واستمرارنا لقدام لتقديم المزيد من الخدمات،
وبرضو لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وعمل لايك للفيديو إذا أمكن ذلك، ورابط تحميل التطبيق بإذن الله هتكون أسفل الفيديو. أشوفكم في أمان الله.